مرحبا اعزائي متابعي قناه برلين بعين عربيه. الفيديو مالت اليوم عن السناب شات، تحديدا كيف راح اغير كلمه السر في السناب شات. قبل ما ابدا الشرح، اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو وهو مشترك انه يشترك بالقناه ويفعل الجرس ولايك الفيديو. واللي جديد على قناتي، قناتي اسمها برلين بعين عربيه، قناتي مختصه في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وايجاد حلول لهذه المشاكل. في البدايه، يوم امس وصلني سؤال عن احدى الميزات في السناب شات من احد المتابعين، فحبيت انه اغيرها. طلب مني كلمه السر واني ناسيها، فحبيت اعمل هذا الفيديو. وخلينا ندخل من داخل السناب اشرح لكم. حتى نغير كلمه السر اذا نسيناها، راح ندخل على تطبيق السناب. والافضل طبعا بالبدايه لازم تكون موثق حسابك برقم وبريد الكتروني، هذول الاثنين افضل شيء. بعد راح ندخل على تطبيق السناب ونروح بالاعلى وندخل على الاعدادات. هنا راح تظهر عندي هنا كلمه المرور، راح تدخل عليها. راح هنا تعمل هل نسيت كلمه المرور، راح تدخل عليها اختار هل نسيت كلمه المرور عبر البريد الإلكتروني. فهنا تدخل البريد مالتك، بعد ما كتبت البريد إرسال تروح على البريد. هنا وصلتك رسالة من البريد، راح ندخل عليها. هنا راح تخلي كلمة المرور الجديدة، بعد ما اختاريت كلمة المرور الجديدة وتأكيد أعمل حفظ تحديث. الآن اللي تعمله ما تدخل هنا، راح تروح تدخل على الموقع، تسجل تسجيل الدخول وتخلي البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم. فأنا راح أخلي اسم المستخدم. بعد ما خلينا اسم المستخدم وكلمة السر، تخلي هذه علامة الصح هنا وتسجيل الدخول. الآن مثل ما تشاهدون دخل، لأن أنا جربت كملت بالموقع، للأسف عمل لي اسم المستخدم هذا غير موجود والحساب غير موجود. فأتمنى أنه تعملون هذه الطريقة وإن شاء الله دخل على الحساب وعادي. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه، أتمنى لا تنسى الاشتراك بقناتي، تفعيل الجرس ولايك الفيديو ونشر قناتي للأصدقاء. تحياتي لكم، مع السلامة. بنهاية الفيديو، اللي بلده مؤهل ممكن يستلم أرباح من السناب شات، فخلي يتعب نفسه فقط، ما يحتاج غير الهاتف مالته يصور ستوريات ستوري. وبالنسبة لمنصة الأضواء، الاثنين عليهم أرباح ممكن يزيد دخلك باليوم $1000. فإذا كنت أنت هاوي أو عادي إنسان عادي، فأرسل، ما خسران شيء. انت ايضا دترسل، ففعل الارباح، ما تحتاج غير تقرير راح ارسلها، اعتقد 1000 مشترك ان شاء الله، لانه سهلها حتى الكل يربح ولا حد يروح على تيك توك. هذه هي المنافسه اللي موجوده بين التطبيقات، ان شاء الله تستفادون. تحياتي لكم، اي سؤال او استفسار انا حاضر. شكرا لكم، مع 1000 سلامه.